أفراتا وعلى مساحة 1200 هكتار ولمدة 10 سنوات. استغرقت أعمال تنفيذ مجمع الحديد والصلب من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة ليبدأ تشغيله تجارياً مع الربع الأخير عام 89. الشركة الليبية للحديد والصلب شركة عامة مملوكة بالكامل للدولة الليبية وبذمة مالية مستقلة، عهد إليها تصنيع الحديد والصلب وتسويقه إرساء لقاعدة صناعة وطنية وتنويعا لمصادر دخل الدولة الليبية برأس مال قدره 1,300,000,000 دينار ليبي. سبعة آلاف عامل يديرون المصانع الإنتاجية والوحدات المساعدة والمرافق الخدمية، ولتطويرهم ورفع كفاءتهم فنياً وإدارياً أنشئ مركز متخصص ومجهز للتدريب يسع 600 متدرب. كما قامت الشركة ببناء مركبات ضخمة للسكن الوظيفي خاص بعمالها وصلت ل2,600 مسكن. المصانع والوحدات الإنتاجية. المرافق الأساسية. المعامل والورش. تضم الشركة معملاً مركزياً ومعامل فرعية بالوحدات الإنتاجية لإجراء التحاليل والاختبارات الميكانيكية والمعدنية والكيميائية لضبط جودة الإنتاج في مختلف مراحله. الورش، وتتولى أعمال الصيانة والإصلاح وتشمل العملية الإنتاجية. تبدأ المرحلة الأولى بوصول مكورات الحديد إلى ميناء الشركة، والذي يعد الميناء الأعمق في الدولة الليبية بعمق يصل لقرابة 19 متراً وبطول رصيف يصل إلى 1,080 متراً بطاقة استيعابية تقدر ب7,000,000 طن سنوياً. على متن 2,700 متر من السيور المعلقة تنقل الخامات إلى ساحات التخزين والغربلة والتهيئة، ثم تشحن في خزانات ومنها إلى أفران الاختزال المباشر لإنتاج الحديد الإسفنجي والحديد المقولب على الساخن باستخدام الغاز الطبيعي المتوفر محلياً. المرحلة الثانية من الإنتاج تتم بمصنعي الصلب 1 و2، فعند 1,690 درجة مئوية يتم صهر شحنة من الحديد الإسفنجي مع ما نسبته 20% خردة في 6 أفران كهربائية، ثم عن طريق 5 آلات صب مستمر يتم تشكيل المصهور في منتج شبه نهائي على شكل عروق وكتل وبلاطات لتغذية مصانع الدرفلة الطولية ومصانع الدرفلة المسطحة. المرحلة النهائية من العمليات الإنتاجية تتم بمصانع درفلة المنتجات النهائية،
والتي تضم مصانع المنتجات الطولية وتنتج القضبان والأسياخ والقطاعات والأسلاك، وكذلك مصانع الدرفلة المسطحة لإنتاج اللفات على الساخن ومنها على البارد، وكذلك المجلفنة والمطلية. البيئة. حرصاً من الشركة على أن تكون جاراً حسناً لمحيطها الجغرافي والديموغرافي، فقد سخرت جزءاً كبيراً من مواردها للحفاظ على البيئة، وأجرت عديد الدراسات ذات العلاقة بالبيئة واستغلال المخلفات الصناعية. كما أطلقت سنة 2018 المشروع البحثي الأضخم على مستوى الدولة الليبية بتشكيل 13 فريقاً بحثياً لدراسة الأثر البيئي داخل الشركة وفي محيطها، كما شجعت ودعمت ورعت العديد من المؤتمرات العلمية البيئية، فضلاً عن تبنيها لأفضل منظومات وأساليب حماية المحيط من الانبعاثات وإعادة استخدام المياه الصناعية بعد معالجتها، فضلاً عن اختيار الموقع منذ التنفيذ بما يتلائم والعوامل الطبيعية والبيئية، وكذلك تبنيها لتقنية الاختزال المباشر وأفران القوس الكهربائي الأقل تلوثاً. كما استطاعت في سابقة على مستوى الدولة الليبية أن تتخلص من مادة الأسبستوس في كافة وحداتها ومرافقها، والتخلص من مركبات الكلوروفلوروكربون واستبدالها بغازات صديقة للبيئة بأنظمة الإطفاء وأنظمة التكييف بتكلفة تزيد عن 20 مليون دينار ليبي. المسؤولية الاجتماعية. توجه أخلاقي مرده الإدارة القيمية التي تنتهجها الشركة في إدارة كافة عملياتها الإنتاجية والتسويقية، إيماناً منها بضرورة إحداث تنمية مكانية مصاحبة لكافة عملياتها، ورفعاً لمعدلات الوعي المجتمعي والنهضة به، حيث حرصت بأن تسهم في تأطير المجتمع بدعم العديد من مناشط ومؤتمرات منظمات المجتمع المدني والعديد من القطاعات الحكومية. شهادات حصلت عليها الشركة. التطوير. تلبية لاحتياجات السوق وتقليلاً لتكلفة الإنتاج وتحسيناً لاقتصاديات الشركة ولزيادة فرص المنافسة، دخلت الشركة في خطة عامة للتطوير سنة 2007 استهدفت رفع الطاقة الإنتاجية السنوية من الصلب السائل من 1,700,000 طن إلى 4,168,000 طن من خلال خطة لتنفيذ 20 مشروعاً بتكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 2 مليار دينار ليبي. الشركة الليبية للحديد والصلب وعبر مسيرتها الممتدة لأكثر من 3 عقود استطاعت وعبر ارتباطاتها الأمامية والخلفية خلق عشرات الآلاف من فرص العمل بصورة مباشرة وغير مباشرة، كما استطاعت أن تكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث أسهمت بأكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك من خلال تسويق منتجاتها محلياً وتصديرها لأكثر من 38 دولة بقارات العالم 7. كما أصبحت الشركة قاعدة أساسية لمئات الصناعات التكميلية القائمة على منتجاتها، والتي وفرت عشرات الآلاف من فرص العمل، بالإضافة إلى خلق قاعدة صناعية في الدولة الليبية. الشركة الليبية للحديد والصلب للبنيان أساس.